كان في مره راجل راح لمختار القريه، ومختار هنا بتتقال عند اهل الشام زي العمده عندنا بالظبط. قال له ان الفراخ بتاعتي اتسرقت. قام المختار جمع اهل القريه وقال لهم فلان فراخه اتسرقت وانا عارف السارق، فيقول ويرجع الفراخ اللي سرقها يا اما هفضحه على الملأ. الناس قعدت تبص لبعض وقعدت تسأل وقعدت تسب وتشتمه، هما اصلا معرفوش هما مين، من ضمنهم السارق نفسه. قام واحد منهم سأل المختار، قال له هو السارق دوت من بيننا؟ قال له اه. قام واحد تاني سأله، قال له طب انت شايفه بعينك؟ قال له ايوه. قام واحد تالت سأله، قال له طب وصفهن. قال اللي على راسه ريشة، ومعناه ان على راسه ريشة ان اللي دخل عشة الفراخ اتعلقت في راسه ريشة. قام اللي سرق فعلا راح حط ايده على راسه، قام المختار مشاور عليه وقال ان السارق اهو، وبعد كده اتاكدوا فعلا ان هو ده الحرامي. القصه انتشرت والناس ابتدت تتكلم عنها لحد ما بقى ليها دلالات نفسيه واجتماعيه، وبقى المذنب ايا كان ذنبه كبير او صغير بياخد الكلام على نفسه.